وصلت القافلة الطبية بمركز الفتح بأسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي. القافلة أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة. بدأت القافلة أعمالها بالأمس بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شملت القافلة الطبية عدة تخصصات، كما ضمت معامل تحليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية.